الحل على الترابيزه السحريه دلوقتي فيه 3 تطبيقات انا بستخدمهم مع متابعيني عن بعد، لان انا مش هقدر اقابل الناس كلها واكشف على موبايلاتها طبيعي. وكده، فبالتالي بينزلوا تطبيق اسمه انتي سباي موبايل. انتي سباي موبايل. اوكي. التطبيق ده وظيفته ايه؟ بيعمل مسح كامل، مش مسح بمعنى انه يحذفها لك، لا يعني يعمل سكان كامل، بيدور بيدور في يدور ايه ويطلع على لك الايرور هنا وهنا بالظبط وهنا كده، وهنا. بيجيب لك شوف بقى انت منزلاه صرف ولا ايه؟ نفسك. لا يا لا استاذ، بس في لا ما حاجات شبيهه، تقلقش. وفي حاجات من اللي هو بيقول عليها، في حاجات من اللي هو بيقول عليها معموله انها تسباي اصلا، يعني طبعا عشان عكسيه. كده ده بعد تجربه وبعد الكشف على السورس كود بتاعه والحاجات دي كلها، البرنامج ده طبيعي جدا ان هو بيكشف لك كل البرامج، بيعمل لك سكان على كل البرامج الموجوده، وبيشوف لك انه لو في تطبيق مخفي او خطر او واخد اذونات مش اذوناته. عايزين نتكلم برضو في نقطه الاذونات دي، ايوه مهمه جدا. الاذن. تطبيق واخد اذونات مش اذوناته، فبالتالي بينبهك بيها. ده اول حاجه. تاني حاجه، في حاجه اسمها مالور بايت. مالور بايت ده تطبيق بيفضل شغال 24 ساعه عندك على الجهاز، وكويس جدا وخفيف، بيحذف لك اي حاجه فيها ايرور، بيقول لك مثلا في لينك انت دخلت عليه غلط وفي والكلام ده فيروس او حاجه. بالظبط. تالت حاجه بقى والمهمه، ان احنا ما بيدينا ندخلش. نوتيفيكيشن يعني. بيديك نوتيفيكيشن 24 ساعه، يعني اي حاجه غلط زي نزلتيها، بودي صوره، جارد في الموبايل بودي يعني. جارد او بودي بيلدينج، اصلا بيلعب تمارين كل شويه بحيث ان هو ايه وفي حاجه كمان، يهتم. بتحط اللينك على ابلكيشن معينه قبل هقول ما لك. تفتحه، يقول لك امان ولا مش امان، بالظبط. انا طلعت دوس اتكلمت ولا ما تدوس. طلعت اتكلمت فيها صوره قبل كده في منبهره. الحلقات اللي شفتي فاتت. شفتي والموضوع ده، موضوع اللينكات، اللينكات الوهمية ازاي نعرف ان هي وهمية او لا، ده برضو تهم مهم قوي. المشاهدين. اللينكات الوهمية يا جماعة، قبل اي لينك انت شاكك فيه، حتى لو انا بنفسي بعت لك لينك، ممكن ما اكونش انا اللي بعته، ممكن يكون لينكات واخده اذونات ان هي تبعت نفسها بنفسها، زي اللي هو شركه كبيره من الشركات، مش عايزين نقول اسامي عشان الدعايه، قلنا شركه كبيره عارفينها بتقدم وظايف بعد كل ده، بعد كل ده قلنا عادي عادي، واحنا احنا مثلا قلناها قبل كده واحنا هنشفرها، هنحط صفاره اكنك يعني قلت حاجه خارجه. بعتت مسج لكل الناس عشان الوظايف، صح؟ هي لا، هي في شركه مثلا بتحتفل بمرور 30 سنه زي شركه امازون. يا جماعه الشركه دي مش محتاجه ان هي تحتفل بمرور 30 سنه بالطريقه دي، يجي لك على الواتس احتفل معانا بشركه امازون 30 سنه، هنديك مثلا 1000 جنيه هديه عند تسجيلك على الموضوع ده. اللينك ده ما هو في ده، شوف ده اكبر غلط. ما انا عارف دي طبعا. حاجه اسمها انت بقى تلاقي نفسك امام. انا بصي، انا رحت مع بتاعه امازون دي، ورحت بتاعه الله الله كارفور لا لا ورحت بتوع نيجيريا طبعا، اكيد رحت معاهم كتير برضه. واكيد انا بهزر طبعا. المسج بتاعت جالك حجاره ده قابلنا، لا دي مالهاش دعوه بيه خالص، دي اس ام اس. مين اعرف ان اصلا من بدايته ان ده لينك مش صح اصلا. طيب وبعد ما تجاوب على السؤال تقول لنا ثالث ابلكيشن، غيرت لان الموضوع انت قلت ليه؟ اتنين عشان اقول بالظبط. هو التالت ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي، ثالث ابلكيشن، وتجاوب بعد كده سؤال لينا. حاضر. هو دلوقتي الروابط الوهميه مثلا، ممكن انا قاعد بكلمك، نرجع لموضوع الهندسه الاجتماعيه لان ليها علاقه بالكلام ده. زي ما قلت لحضرتك، مش لازم يكون عندكم تطبيقات اختراق والشاشه الخضراء اللي فيها الارقام اللي بتنزل دي وجو الافلام دي، اصلا دي حاجات فيك اسمها جيت هاكد، ومواقع بتعمل حاجات الافلام والدعايه السينمائيه والكلام ده كلها ملهاش دعوه، محدش يصدق الكلام ده. هي فكره كلها ان الهندسه الاجتماعيه دي بتلعب دور ان انت ازاي تاخد معلومات من الشخص ده من غير ما يكون عندك تطبيقات، وبطريقه معينه يشدك فيها، زي ما حضرتك قلتي ارد يا بتلع كنبه شاهد الموضوع. انا عن نفسي انا هتشد التوبيك اكيد، بس اكيد مش هخش على اللينك. خلينا نخش في الموضوع اكتر. في موقع اسمه فيروس توتال. فيروس توتال ده موقع شهير عالمي، مش بس بيكشف اللينكات، بيكشف الصور المتلغمه اللي هي الصور الوهميه. هقول لبرضه حضرتك حادثه حصلت من الشهر اللي فات، ان ازاي الناس سرقوا الواتساب وقفلوا الواتساب بالموضوع ده. والفيروس توتال كمان بيكشف الفيديوهات الوهميه، بيكشف الجي اي اف الوهميه، بيكشف اللينكات الملغمه. فبالتالي اي لينك انا شاكك فيه ما افتحوش، اخده كوبي واروح اكتب في جوجل فيروس توتال، فيروس توتال هيجي لي اول واحد، هدخل عليها هلاقي مستطيل كده ناحيه قسم الويب، هدخل على المستطيل ده احطه لزق، اخد اللي انا نسخته ده الزقه هنا، ودوست زرار واحده هيجي لك الموقع ده. لو هو مضر ليكي، لو في نقطه واحده بس حمراء بالبلدي كده عشان الناس تفهم، لو في نقطه حمراء من الموضوع دي، اعرفي ان ده عمرك ما تخشي عليه لانه في مالور او حاجه خبيثه جوه. لو كل الحاجات اخضر، اعرفي ان اللينك ده امن وتمام.
طب اختصارا الثلاث ابلكيشنز اساميهم ورا بعض عشان الناس اللي بتتابعنا تبقى حافظاهم. طيب موبايلاتكم يا جماعه معانا دلوقتي. اول ابلكيشن اسمه انتي سباي موبايل، ده اللي بيكشف اي تطبيق وهمي داخل جوه. ثاني ابلكيشن اسمه مالور بايت، ده اللي هو الحمايه العامه على الجهاز وعلى حساباتك. حساباتك برضو احنا ما اتكلمناش تامينها ازاي. ثالث حاجه موقع فيروس توتال، فيروس توتال ده اللي بيكشف لك اي لينك وهمي او اي صور وهميه انت شاكك فيها. الثلاث حاجات دول هيامنونا لو احنا ملناش قوي في قصص السوشيال ميديا ومش فاهمين قوي، نتابع بس كل لينكاتنا على الحاجات دي هنبقى في الامان. اقول لحضرتك حاجه برضو، ده في ناس بتبقى فاهمه قوي في السوشيال ميديا وبيخترق حساباتهم عشان مش مامنينها كويس. طب امنها ازاي بقى؟ لا بس في حاجه مهمه عشان هم يعني يا جماعه في حاجه مهمه، في ناس كتير قوي بتحط الباسورد بتاعتها باسورد ده بجد 1 2 3 4 هو من 1 ل 8 وتاريخ ميلاده. المواقع نفسها اصلا بقت تحذف الكلام ده، تقول لك من 1 ل 6 من 6 ل 7 ولازم نجوم او اندسكور او الحاجات دي من 6 ل 1 والكلام ده لا. دلوقتي اصلا فكره، طب بما اننا اتكلمنا على الباسورد خلينا نقول للناس ازاي تحط باسورد صحيحه على حساباتها بحيث ان هي ما تخترقش. طبعا في ناس بتحط تاريخ ميلادها وتاريخ ميلاد اختها، تاريخ ميلادها وتاريخ ميلاد ابنها. معرفتكش انا كده. لا دي بشكل. طب ليه ازاي الناس، طيب اللي هم الهاكرز مش الايثيكال هاكينج، الهاكرز نفسهم بيعرفوا ازاي؟ في تطبيقات معروفه، ادوات معروفه للاختراق، اكيد حضرتك عارف لو في مجالي او في مجالي بيقعد يجرب بالظبط، بيقعد يخمن وليه. حتى انا كسوشيال انجينيرنج او هندسه اجتماعيه، النهارده اتكلمت معاك، اسمك ايهاب صالح، تاريخ ميلادك كذا، انت رايح فين النهارده؟ انت بتحب ايه النهارده؟ اخد المعلومات بتاعتك كلها واخمنها في الادوات بتاعتي وهتجيب لي حاجات مخمنه ان هي تفتح الاكونت بتاعك. طب الباسورد الصحيح اول حاجه هتكون اكتر من 20 وفوق، سيبك من موضوع 16 ده. ما تكتب حتى لو الموقع عليك 16 وفوق، لا انت من 20 وفوق دي الصحيحه. طيب اول حاجه رموز كابيتال، حروف كابيتال، حروف سمول، ما تكونش ليها علاقه باسامي خالص، رموز وارقام وتفضلوا تكرروها مع بعض بين كل حرف وحرف وبين كل اسم واسم.